بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أسعد الله صباحكم بكل خير. يسعدنا في هذا اليوم أن نلتقي بكم وأن نقدم برامج أو نقدم فقرتنا لهذا اليوم. طبعا نبارك على كل الطلبة الخريجين من المدارس، ونتمنى أيضا التوفيق كذلك لدخول الامتحانات في شهادة الدبلوم، وأيضا نتمنى للجميع أيضا القاصدين السفر وأيضا الترحال أن يستمتعوا بهذه الرحلة الجميلة. اليوم معنا ضيوف من الطلبة، اسمه عبد الرحمن الزعابي. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن، من طلبة شارة في معهد التواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سعيد بوجودي في برنامج قهوة الصباح اليوم، وشكرا على هذه الدعوة وفي هذا البرنامج قهوة الصباح، وأنا طالب في برنامج شارة ووجودنا اليوم في هذا الحديث. نعم، أيضا معنا من برنامج شارة كذلك نهلة الخروصية. السلام عليكم. صباح الخير وشكرا على هذه المقابلة الطيبة اليوم. نعم، طبعا اليوم موضوعنا عن تجربة أو عرض تجربة برنامج تأهيل وتطوير المهارات الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، وهو برنامج شارة. هذا البرنامج يهدف إلى طبعا البحث عن فرص العمل للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، وهذا البرنامج جميل جدا، فيه كثير من المهارات، فيه كثير من البرامج اللي تساعد الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية من خلال معهد التواصل للتدريب. طبعا نشكر كثير جدا شركة بي بي عمان على دعمها لهذا البرنامج المهم الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية وأيضا إيجاد فرص العمل لهم. عدد المشاركين في هذا البرنامج حوالي 40، طبعا البعض منهم أو جزء منهم موجود في سلطنة عمان، والجزء الآخر موجود في المملكة الأردنية الهاشمية. هؤلاء طبعا برنامج اسمه شارة. احنا ليش تم تسميته شارة؟ لأنه هاي الفترة طبعا الثمان شهور راح يدرب فيها طبعا الأشخاص، وراح يطلعوا بنتيجة في أنهم يحصلوا على فرص عمل ويتمكنوا من أداء أعمالهم وأيضا وإيجاد الثقة بالنسبة لهم. طبعا كل هذه البرامج طبعا راح تكون موجودة في أيضا نشكر طبعا وجهة على دعمها أو تواصلها ومتابعتها لهذا البرنامج بشكل رائع جدا، وأيضا متابعتها لكل التفاصيل لهذه هذا البرنامج، ونشكرهم كثير جدا على دعمهم لنا. نتحدث أكثر عن هذا البرنامج وعن التفاصيل وكيف وصلوا لهذا البرنامج. سؤال لي عبد الرحمن، أنت كيف سجلت في هذا البرنامج وكيف وجدته وكيف بدأت، يعني حياتك أنت في السابق كيف كانت وكيف بعد ما دخلت لهذا البرنامج؟ أيوة، في البداية يعني في السابق درست في مدرسة الأمل للصم في مسقط. تعلمت إلى مرحلة الثانوية في 2012، تخرجت منها، وأيضا درست في أحد الكليات الخاصة بالتعليم العالي، وأيضا يعني ما أكمل دراستي فيها إلى 2016. لمدة 7 سنوات كنت أبحث عن برامج تطوير لذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم من مختلفة، وجدت هذا البرنامج وسجلت فيه عن طريق معهد التواصل للتدريب. ممتاز، ممتاز جدا. أيضا بالنسبة للنهلة، أيضا أنت طبعا كيف كانت دراستك بعد ذلك، تسجيلك في هذا البرنامج كيف جاء؟ صغيرة درست في مدرسة الأمل للصم في محافظة مسقط، بعدها انهيت دراستي إلى المرحلة الثانوية، بعدها أكملت دراستي الجامعية في كلية الخليج وتخرجت منها 2012. بعدها حاولت البحث عن فرصة عمل، والحمد لله تمكنت من الحصول على فرصة تدريبية في برنامج شارة في المعهد، وأنا متحمسة جدا لهذا البرنامج.
جميل جدا ما شاء الله عليك، يعني هذا حماس رائع. وايضا عندك البكالوريوس ما شاء الله، وتخرجتي بشهاده البكالوريوس، وايضا سجلتي في هذا البرنامج بحيث ان تطوري مهاراتك لمده 3 شهور بحيث تكوني قادره وخبره عاليه، وايضا تكوني سواء عملك او مشروعك الخاص. عبد الرحمن ايضا مهارات كثيره في التصميم، في مختلف المهارات، وايضا دخولك لهذا البرنامج هل اضاف لك شيء؟ نعم، في السابق في أيام الدراسة عندي بعض المهارات، ولكن كان تنقصني هي تطويرها. يعني أنا كنت في الرسم، في التصوير، في الجرافيك، كان عندي بعض المهارات اللي تعلمتها من ذاتي وتعتبر مواهب أحتاج تنميتها وتطويرها، ومن خلال البرنامج هذا أضاف لي يعني كثير من المهارات اللي أنا أحتاجها لتطوير هذه الموهبة. جميل جدا. يعني انا اعرف انك انت ما شاء الله ايضا مدرب كذلك للصوم، وايضا في مساله التواصل، وايضا المشاركه في مختلف الجوانب وتدعم الصوم كذلك. برنامج شارة، تحدثنا عن هذا البرنامج، كيف وجدته، ايضا المواد الموجوده فيه؟ نعم، هذا البرنامج يعني أتى فيه برامج مختلفة، وهي مواد مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية وأيضا الحاسب الآلي، وأيضا هناك ورش مصاحبة مستمرة من خلال تعلمنا في مهارات الذات وتطوير المهارات الحياتية، وأيضا هي يعني تطبيق عملي مستمر من خلال هذا البرنامج يساعدنا كثير في فهم واستيعاب الأمور التي يعني تكون على رأس العمل، يعني كأن احنا موظفين في هذا البرنامج، ويعني أفادنا كثير لأنه تطبيق عملي مباشر. نعم، أيضا النهلة، أنت طالبة في برنامج شارة، كيف دخولك لهذا البرنامج؟ المعلومات، المدة، الفترة الزمنية اللي قضيتوها السابقة الآن، ما مدى الاستفادة من هذا البرنامج بالنسبة لك؟ هل هناك في فرق من ما كنت عليه سابقا وبعد فترة اللي قضيتوها في البرنامج، هل هناك اختلاف؟ بداية الحمد لله، قبل التدريب ودخولي في البرنامج التدريبي كنت أنقص بعض المهارات تنقصني، ولكن الآن بعد التدريب في هذا البرنامج الحمد لله أنا سعيدة جدا لكسبي بعض المهارات في اللغة العربية وتطوير مهاراتي المعرفية والثقافية في هذه الفترة التدريبية. أيضا هناك بعض التأثير للدمج مع زملائي الصم والتعرف عليهم والتواصل أيضا معهم، بالإضافة إلى هناك أيضا الدمج بالتواصل مع ثقافيا ومعرفيا. نعم، جميل جدا. طبعا هذه المعلومات أخذتوها بعد ذلك تم تطبيقها والتدريب عليها في التواصل بحيث تتمكنوا من هذه المهارات بإذن الله تعالى. أيضا السؤال التالي بالنسبة لك نهلة، بالنسبة لمعهد التواصل، ما هي الخدمات اللي قدمها لكم، التسهيلات اللي تمكنكم أيضا من الوصول لمختلف البرامج والزيارات الثقافية والعلمية؟ هل في دورات تعليمية؟ نعم، بكل تأكيد حصلنا على رعاية من معهد التواصل للتدريب ومساعدتهم من خلال توفير مترجم دائما معنا في الفعاليات، في الملتقيات، مؤتمرات الموجودة حاليا في السلطنة. هذا ما زاد ثقتنا بنفسنا، وأيضا يعني دمجنا في المجتمع وحصولنا على الفرصة مثل يعني إخواننا الناطقين. الحمد لله، الحمد لله، ممتاز. عبد الرحمن، بالنسبة للبرامج والفعاليات والأنشطة الثقافية والزيارات لمختلف الأماكن والمعالم، هذه الأماكن هل هي يعني استفدت منها؟ نعم، هذه الأنشطة التي تقدم من خلال برنامج شارة لها استفادة عالية جدا، هي ثقافة مبدئيا وخارج الميدان، نتعلم كثير من الأشياء اللي هي يعني الزيارات إلى نزوة وإلى المحافظات ومختلف الولايات، نتعلم آلية الدمج وانخراطنا بالمجتمع، ونفكر شعوريا، يعني احنا الثقة عندنا تكون عالية جدا، انه اعتمادنا على نفسنا من خلال وجودنا في هذه المناطق ومن خلال وجودنا لهذه الزيارات تعزز من وجود يعني الثقة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. ايضا يعني هناك تفسير عميق جدا لبعض الأشياء مثل المتاحف وغيرها، تواجد المترجم وتعزيزه معانا يعطينا دافع لنكون احنا قادرين على الاعتماد على النفس، وايضا ان شاء الله هذا البرنامج له استفاده كبيره لانفسنا.
طبعا في نهاية فقرتنا اليوم نشكركم جدا على هذا الحديث، وأيضا نهلة كذلك سواء أستاذ عبد الرحمن أو النهلة. وفي ختام فقرتنا نشكر الجميع على ما قدموه في هذا البرنامج، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع المشاركين في شهر اللي تخرجوا شهر 8 بإذن الله تعالى، ونسأل الله لهم التوفيق وأن يتمكنوا من الحصول على أعمال سواء حرة أو أعمال مختلفة. ونشكر الداعمين كذلك شركة بي بي عمان، وأيضا كل من شاركنا في هذا البرنامج. شكرا لكم وإلى اللقاء.